الصحفي إياك نتكلم عن أربع مواضيع. ذيك المواضيع الأول منها هو ملف عشرية النماء على كلام رئيس الجمهورية، هو قال لنا عشرية النماء. كيف تعرفوا عن هذا الملف؟ استنزفت فيه الدولة ياسر من الوقت، واستنزفت فيه ياسر من المال، وخلق فيه ياسر من تحريض في وسائل الإعلام، واستهدف فيه الرئيس السابق، وامتنعوا الأحزاب من تمارس نشاطها، وامتنعوا الشخصيات من يمارسوا نشاطهم، وامتنعوا الأفراد من يعبروا عن رأيهم، وجيرت الدولة وجير حزبها الحاكم متملقين، المنافقين، الانتهازيين، المتسلقين، لصوص المال العام اللي ما فيه قد يحل فمه، ما فيه قد يقول نو للدولة، خايفة لا تشوري عليه. هذا الملف يأبى الله إلا أن يتم نوره. يبدو على أنه عاد في نهاياته. دورتو علمتو كاملين عن التحقيق، انه قفل التحقيق، قال انه قفل التحقيق من جانب واحد، رغم ذيك الخلافات اللي عبرت عنها هيئه الدفاع، رغم الخروقات للمواد القانونيه، رغم عن هيئه الدفاع، رغم عن المتهم محمد عبد العزيز، ما الملف ما كان يعرف عنه شيء، لعاد ما هو شيء جاي والنامس والله يامس. إذن هذا الملف نختار ذكر الشعب الموريتاني في هذا المؤتمر بدايته، ونذكرهم به اليوم. ياك الشعب الموريتاني قارن بين ذاك اللي كان خالق ذيك الساعة وذا اللي خالق اليوم، وضعية ذيك الساعة والوضعية اليوم. كيف ما تعرفوا هذا الملف ما قط سمعنا عنه ولا قط خلق، موني جا الرئيس محمد عبد العزيز هون راجع من بريطانيا واسبانيا وقرر عنه لا يمارس السياسه. سابق ذاك كنا نسمعوا لانه الرئيس المفدى وانه القائد العظيم، وعلى انه لا يشق له غبار، انه رئيس الانجازات، وعلى ان هذه الحكومه انها استمرار للحكومات السابقه. الين قرر هذا الراجل على انه لا يعدل السياسه، قامت مجموعة من الناس اللي كان هو يحاربها طيلة العشرية، وكان فاطمها، وكان مانعها من المال العام، معها مجموعة أخرى من الإدارة ومن الموظفين ومن المسؤولين، اللي في الحقيقة كلها كان ينخلع من ظله، ما يقد ينق، ما يقد يحك زمنه وهو في السلطة، وانتهزوا فرصة وقرروا على أنهم يبنوا هذا الملف اللي ينقال له ملف العشرية، مدعومين بذلة من المدونين الانتهازيين الاسترزاقيين اللي معروفين، ومعروف من وراهم، معروف من يمولهم، ومعروف من يصرف عليهم، محمولين النفقة. وعدل هذا الملف وكل منا في ذاك الوقت عن مليارات الدولارات، وعن مليارات السبائك الذهبية، وعن مليارات السفن، وعن مليارات العقارات، وكل منا أيضا عن فساد منقطع النظير، وكل منا في ذاك الوقت عن الدولة ما جبرت خمسة ولا عشرة، وكل منا أيضا عن خزائن فارقة، وكل منا مولي عن يدور يخلق تحقيق، وذاك التحقيق للأسف منين تلي يعدل، قاموا مولي منين فاتوا هيئوا الساحة عن طريق ذوك المدونين، عن طريق المتملقين، عن طريق المنافقين، عن طريق لصوص المال العام. الصغيرين اللي بانين ديار في الصكوك، بانين ديار في تفرق زينه، اللي ما فيه واحد يقد يمرق عن طوع الدوله بيدي يعرف عنه الصبح لا يمرق له الملف، قاموا كلفوا مولي مجموعه ثانيه من التيارات السياسيه والشخصيات اللي عندها احقاد شخصيه، حسابات شخصيه مع الرئيس السابق محمد عبد العزيز، كلفوها في اطار البرلمان بتشكيل لجنه باطله
ذيك اللجنة تستند إلى قانون عضوي باطل كيف ما قد قلنا، وداروا فيها أرواقيج حاقدين عندهم أهداف موجهين للتنفيذ. وقامت ذيك اللجنة وقبضت ياسر من الملفات، 11 ملف ولا 12، وقالت عنها هذه الملفات ال 11 ولا ال 12 على انهم كفيلين بالإطاحة براس الرئيس السابق محمد عبد العزيز. اذا الهدف ما هو الشعب، والهدف ما هو الوطن، والهدف ما هو استعاده اموال الوطن، الهدف راس محمد عبد العزيز، الهدف الانجازات اللي عدل محمد عبد العزيز، الهدف المواقف الوطنيه للرئيس محمد عبد العزيز، الهدف المواقف الوطنية والدولية لمحمد عبد العزيز، الهدف المواقف التاريخية والسياسية والاستراتيجية لمحمد عبد العزيز اللي ذي الجماعة ما كانت تخدمها. ومع ذلك عدلوا ملف، ولين عدلوا ملف قالوا هم انهم تقنوا وداروا فيه مواضيع كبيرة كيف هون دونغ، داروا فيه مواضيع كبيرة كيف الحاويات، ميناء الحاويات، داروا فيه مواضيع كبيرة كيف أراضي المطار، بناء المطار، وداروا فيه ذاك اللي قدوا يديروا فيه من المعلن والمستور. اختلفوا هما بيناتهم، لأن مولانا يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وراني بعد ما قلت لكم قال شيخنا، انا نقول لا قال مولانا، لان كل شيء ما عدا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل. وذاك اللي يعرفه شيخنا نعرفه انا، ما ندور شيخنا، ماني محتاج. جمعوا وكل مده من الحاقدين، كل مده من الناس اللي مستهدفه الوطن، مستهدفه الرئيس محمد عبد العزيز، مستهدفة إنجازاته، جابت ملف. في اللي جاب ملف في التيدر، وفي اللي جاب ملف في التراب، وفي اللي جاب ملف في الحوت، وفي اللي جاب ملف في الموانئ، وفي اللي مشى يلود للذهب في الديار يكسروه مع قاب الليل، وفي اللي دفع شر تركيا، والتالي هاو الخلطة اللي دفعوا يتلبوا فيلم اللي دور علمتوا به كامل، اللي وفبرك، واللي فبركوه مدونين وإعلاميين ونشطاء قبل اشهر، واللي عبرت القناة العراقية اللي مسوق عليها انها لا ناقة لها في ولا جمل، واللي كانوا اللي شاكين هم انه خيط لاموال عند الرئيس محمد عبد العزيز. ولين فاتوا عدلوا ذاك الملف ومشاوا الشورى النيابة، وجهت النيابة 13 تهمة لذيك الناس اللي في الملف. انا لا نذكر الشعب، يعني أنا نعرف شعبنا، نعرف يتم يقول هاح هاح ذا الزين ذا الزين، لين فوت يخرق الانتخابات والله يخرق المواقف ينساو. احنا نذكركم بذا بين عند بداية السنة الانتخابية، وهذا المؤتمر اليوم لا ينقال فيه كل شيء، لا نقولوا فيه الأرقام، لا نقولوا فيه الأسماء، لا نقولوا فيه العناوين، لا نقولوا فيه الأسرار. وعدل الملف، من عدل الملف؟ عدلوا تحالف بين جماعة الكادحين وجماعة الإسلاميين وجماعة رجال الأعمال والنواب اللي تنكروا للرئيس وعادوا يختاروا يتخلصوا منه بالمات اللي عندهم وجه جايينوا به. بلي كل حد يعرف عن هذا النواب اللي في البرلمان اليوم، على أن الرئيس محمد عبد العزيز إلين ما شالوا رئيس ليبير ودور عضو هما الاثنين يصنتوا لي ضرك، والمحم قائمة المرشحين خلاها مطروحة عنده 3 أشهر، وعدل هو لائحة، وذيك اللائحة هي اللي قدمت ونزل هو من نفسه يعدل لها الحملة. ومهرجان المطار كل حد شاهد عليه باللي قال عن جميعته الأغلبية جميعته حد مو من بريباري الله يصوت ذيك اللائحة اللي عدل هو. وذيك اللائحة نوابها هم اللي اليوم في البرلمان قاعدين. ذوك النواب هم اللي سابق يمشيوا لعبد العزيز كانوا يطالبوا بانه ما يرشح لهم ولا القزواني، وعلى انه هو لا يحرك عنه السلطه وانه يبقى المنضه ثالثه. توقيعاتهم موجوده 121 منهم، توقيعاتها موجوده
هما اللي كانوا يعدلوا مبادرة التوقيعات المليون توقيع كانوا تاكين هون على طريق المطار اللي نمشيو واش الامارات. هما اللي وزراءهم عدلوا حملة المليون ومئتين منتسب الاتحاد من اجل الجمهورية، منين بقات موريتانيا ما فيها حد، موريتانيا جيوكا ومعيزها وقنمها وبقر هذا كامل انتسب في الاتحاد من اجل الجمهورية. إذا هذه الجماعة معاهم المدراء والمدراء السامون والوزراء والسفراء اللي كان يعينوا لعبد العزيز على مدى شرعي ما تنكروا له. وانت لين تتنكر لرقاج وتشك انه مات ويعقب يرجع لك تدخل ضيقة. وبالتالي شيء طبيعي ان نشوفوا النواب الأغلبية نواب الحزب الحاكم، شيء طبيعي ان نشوفوا مدراء وزراء، شيء طبيعي ان نشوفوا السفراء نشوفوا الوزراء شانين حمله وحريصين على محمد عبد العزيز ينقطع راسه. بماش بلي هذا الراجل كان ولي نعمتهم، هذا الراجل هو اللي عدلهم وزراء، هو اللي عدلهم مدراء، هو اللي ربطهم السراويل، هو اللي كان يقرصنهم اول النهار وعقابه، هو اللي دارهم دبيتات وتنكروا له، عادوا يختاروا يختفى من الوجود بما متى عندهم وجه مواجهينه به. وعادوا اشد هما ضده من المعارضه، اما المعارضه ما انا قاعد شادين اخبارها بين ما قطعت خارجه. المعارضه من 92 عدلنا الانتخابات حصلنا على 32% وقررنا على ان نقيسوا الانتخابات البرلمانيه، وقررت جماعه اخرى ان نقاطعوا. من ذيك الساعه ماتت خارجه معارضه، عاد خارج شمت الحسابات القبليه الاسريه الجهويه، وكل مده كل قبيله كل جهه عندها حزيب لابسته تمارس منه السياسه وتضلل به الشباب وتضلل به المتحمسين وتضلل به الناس بس من معارضه، وهي ما هي معارضه وذا كل حد يعرف. الخلطه الاخرى اللي تحالفوا واللي كانوا وراء الملف واللي كانوا حاضرين في لجنه التحقيق يسوى كل منهم يمثلوا رجال الاعمال المناضلين اخر زمن. احنا نعرفوا الفقراء المناضلين، نعرفوا المطحونين المناضلين، غير اخر زمن في موريتانيا تصنع رجال اعمال مناضلين. والخلطه اللي كانوا يمثلوا السلطه والخلطه اللي كانوا يمثلوا الاغلبيه عدلوا ملف، ذا الملف كانت فيه 317 رقاص. وموريتاني كل حد يعرف عنها شعوبا وقبائلا، ما هنا رقاج ما وراء قبيلة وراء جماعة وراء مصلحة. وذول انفسد موريتان، وذول ما مخليها تعود دولة مدنية، وذول ما خلينا نعود دولة ديمقراطية، وذول ما خلينا نقدو نتقدموا لا وخلينا نقدو نبنوا وطن بين القبلية بين الجهوية بين العنصرية بين الفئوية. حتى شبابنا اللي يقول انه تقدمي يسوى ذاك اللي انا يوم اذا سمعت واحد يقول انا يساري اسلامي يساري اسلامي تقدمي، تعرف حتى المصطلحات تلاعبنا بها. هل الجماعة منين جات للنيابة قامت طلصت منهم 300 ديك 300؟ احنا اولا ما كنا قاع مع اتهامه بينا نعرفوا الا احنا قد سمعنا لا قال الرئيس عن موريتاني حكموا رجال ونساء اصابوا واخطاوا وهي سنه الحياه. الين جاوا للنيابه طلصت منهم 300 وتمكنت من 13، وذيك 13 دارت عليهم تهم كل تهمه واحده كافيه بقطيع راس مولاها. بين ما في تهمه الين تعود ثابته مولاها لا يقبض اقل من 25 سنه تأبيده. وفي نفس الوقت تمت النيابة تلهوج بالملف تلهوج به إلين جاء التحقيق. احنا ما قد تكلمنا في ذا الملف، بين اللي نحترموا روسنا ونعرفوا عن الملفات المنشورة أمام التحقيق ما يكلم فيها. يا غير منين قرر التحقيق على أن هذه الملفات انقفلت وأنه ما شاهدت محاكمة. المحاكمة أمورها واضحة، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. احنا صاحبنا وحليفنا ورئيسنا اللي حايزينه وحايزين انجازاته وحايزين مواقفه وحايزين تاريخه وحايزين ماضيه وحايزين حاضره ولنا متندمين عليها قال انه يتحدى علماء موريتانيا. انا لا نذكر الناس بالملف على تعود نسات، ويتحدى فقهاء
ويتحدى مدراو ويتحدى وزراو ويتحدى تجارو، يجيبوا له واحد قط اعطاه امر، والله قط استلم من عنده، والله قط سلم له، وهذا كافي. ده كافي، ده ماذا قدو الوقائع شو تقول؟ احنا اللي شفنا من الوزراء واللي شفنا من المدراء واللي شفنا من المسؤولين قط نسمه في الملف، والله قط تكلم فيه، كلهم قال عنه يتحمل مسؤوليته كاملة عن كل أفعاله وأقواله وعن كل تصرفاته في فترة العشرية، وآخرهم الوزير المختار والنجاي اللي انطلس قبل أيام واللي نهنوه، يعني احنا حد كامل إجبار حريته وسلك من هذا النظام الظالم نهنوه، لأنه نعتبره أنه انطلس من فم شرتات. وبالتالي أنا سمعت مقالطات هون، واحدين يقولوا تعاون مع التحقيق، لا النيابة قالت عنه تعاون، لا المحققين قالوا عنه تعاون، ولا هو في تدوينته قال عنه تعاون، حتى ما اللي قاله هو من نفسه عن راسه عنه ما اتهم الرئيس الحالي ولا اتهم أي مسؤول ولا اتهم أي وزير أثناء التحقيق مع اللجنة وأثناء التحقيق عند الشرطة وأثناء التحقيق عند الضبطية شر النيابة وأثناء التحقيق عند قاضي التحقيق، هذا قالوا هو والاعتراف سيد الأدلة. إذا نين يعود الوزير خازن دار الدولة الموريتانية شيخ كابوفور، تو تعرفوا كابوفور اللي عندهم فاتح القاص، اللي عندهم فاتح المخزن، اللي هو انتوا ما انكم فاهمين معنى الوزير. انا الوزير الشاب نعرفه كانسان وكقدرات، غير انتوا ما تعرفوا هو كوظيفه. هو كان وزير المال وسابق يعود وزير المال، كان محصل الضرائب، الضرائب اللي جاهم عبد العزيز وجبرهم 42 مليار وظرف سنتين قفز فيهم الى 147 مليار. احنا كنا نعارضه غير كنا نتابعه، كنا نعارضه معارضة شريفة من أجل الوطن، ما كنا نعارضه معارضة من أجل 50-50 اللي ما زلنا جايينها. هذا الراجل كان مسؤول الضرائب، من عند الضرائب انخلط له شيء كامل ينقال له الفضاء، كان وزير المالية، كان وزير الاقتصاد، كان وزير الاستثمار، كان الوصي على البنك المركزي، كان الآمر بالصرف في الميزانية العامة، كان الآمر بالصرف والتوجيه بالنسبة للمخزن اللي هو الخزينة العامة للدولة، كان المراقب والموجه للتريزور، كان المسؤول عن الجمارك، كان المسؤول عن جلب الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات الخارجية المالية، كان المسؤول عن تسوية، إذا ما تقد وقية تحرك في موريتانيا لا داخل موريتانيا لا خارجها ما يواخذه من تحت. هذا الراجل الذي تم تبرئته قبل ايام، ونهنوا امولي، لان التبرئه فيها تبرئه ان احنا هذا اللي قبضنا ذا الموقف وقبضنا ذا الانحياز ونحزنا لهذا الراجل، وتبرئته فيها تاكيد الكلام اللي كنا نقوله واللي كان يقول الراجل، وما زلنا جايين لبنا احنا. اذا انا نختار، وهذا الكلام هون موجه للشعب، موجه للمدونين، موجه للمثقفين، موجه للإعلاميين، موجه للصالونات، موجه للإداريين الكسحانين، للوزراء الكسحانين، للوزراء الكل مسيكين وراك يلوث البلد منين يدير وجهه، اللي كانوا جزء من الحمل على رئيسهم اللي كانوا يتفخروا به على شرع ما، كانوا جزء من الحمل على الرجل داخل فيه لعاد ونساو، وقال هذو العشوشة يلا يتغيروا والحي الساكنة راعي اليوم مدينة، اللي تآمروا على الراجل ذوك القوميين منهم والإسلاميين اللي مرطينا هون بغزة، غزة وتبرعات غزة والوطن وفلسطين والقضية المركزية والإسلام والقدس إن شاء الله، وندور ونصلوا إن شاء الله. الرجل اللي قبل قرادير ودك سفارة الكيان الصهيوني هون، تنكرتوا له كقوميين، تنكرتوا له كإسلاميين،
تنكرتولو كعرب، تنكرتولو كمسلمين، تنكرتولو كموريتانيين. لو لم يفعلوا لعبد العزيز غير ذاك كرادير ما نعرف من مكري دك كيان سفارت كيان صهيوني ولا كفاه ولا شفع له. جونا عاقبة تقولوا لنا راعينا معدلين حملة تبرعات لغزة. غزة ما قرب منها حملة مناصرة للرئيس اللي دك سفارة الكيان الصهيوني في بلاد شنقيط. والله انتم نسيتوا المسيرات اللي كنتوا تعدلوا ذيك الساعة. أنا بعد ساعة ما كنت نعدل مسيرة كنت ضده. انتم نسيتوا المسيرات اللي كنتوا تعدلوا ذيك الساعة هون منين جا هو من قطر. ذوك المسيرات من فيكم بقى عنها؟ كي الصلة اللي عدلت وراء القذافي. منكم بقى عنها؟ إذا لا يصح إلا صحيح. هذا الراجل اللي تم تشويهه وذاك التشويه شاركت فيه منظمات دولية عالمية وشاركت فيه الماسونية العالمية وشاركت فيه الصهيونية العالمية ومباركة من القوميين والإسلاميين والناس اللي كانت تبيع لنا احنا هون المبادئ وتبيع لنا القيم وتبيع لنا الوهم. وين هو الرئيس الموريتاني اللي قاط الجرة على إسرائيل؟ وين هو الرئيس العربي اللي قاط الجرة على إسرائيل؟ وين هو الرئيس الإفريقي اللي قاط الجرة على إسرائيل؟ هذا الرجل اللي ذبت للمقاومة الوطنية الشريفة تاريخها ومجادها وحسابها. احنا كنا هون يتكلموا فينا لا أولاد قوميات، لا أولاد العملاء، لا العملاء وابناء العملاء اللي خلات فرنسا هون. هما ذوك الشرفة اللي كانوا ذيك الساعة يجوا يقولوا له شكرا شكرا لك لأنك أحييت أمجاد آبائنا، شكرا لك لأنك أحييت. هما ذوك وين هما؟ الجزاء ماله من جنس العمل. وين فضل القبر عن تاريخ أباتكم وتاريخ جدودكم وتاريخ أجدادكم؟ لماذا ما توقفوا اليوم وتآزروا الرجل في مظلمة يواجهها تعرفوا عنها مبنية على تصفية حسابات؟ أيوه هذه التيارات كاملة. هذا يبين لكم على ذا اللي تراعوا فيه يقولوا انه يساري ما هو يساري، وذا اللي يقول انه كادح ما هو كادح، وذا اللي يقول انه حركة إسلامية ما هو حركة إسلامية حركة نفعية، وذا اللي يقول انه قومي ما هو قومي. قالوا لنا في قعر بغداد انه مش من النفعيين الانتهازيين، قبضوا الأموال من العراق لا يعدلوا بها الكبب وكالوها في اسبانيا وكالوها في هوناتيا وبناوا منها الفيلات. وذاك تاريخ اللي تعود تبقون نكشفوه نكشفوه. إذن اليوم أراه هي النيابة وراه هو التحقيق حاز على أهم خازن دار في ملف العشرية. الرجل اللي استلم الملف كامل 2014 إلى 2019 إلين وسلم للرئيس الحالي ولا القزواني منه مليار و700 مليون دولار وقدهم نذهب قالوا لعبد العزيز ومعاه تحت ملف اخر صغير فيه تازيازت. هذا الراجل راه هذاك هو قال القضاء الموريتاني وقال التحقيق انه ما جبر له شيء. اذا لا يبيع لنا حد الوهم. تفضل. ولا ندوروا من حد التفسير. والمحاكمه ما خايف من احد. ما خايف من احد. تعرفوا علاش ما خايف من احد؟ ولا نقول لكم انا نيابه عن الرئيس محمد عبد العزيز انه ما هو خايف منها، تعرفوا بياش؟ بلي الرئيس عنده ضريك اثلت براءات ذمه. فاتوا صدره من اعلى شخصيات في هذا الملف. براءة الذمه الاولى البكيه والقده اللي رقبت للرئيس محمد وللشيخ القزواني هون في قصر المؤتمرات يوم استلامه للسلطة إلين قام يبكي ورقبت له قدة وقال له أخي وشقيقي وصديقي عشرية النماء. هذه ما ظاهر لي، ما ظاهر لي أن تلاقي قاضي في محكمة جالسة يخرص ذاك الفيديو ويخرص ذيك الشهادة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويصد على راجل ويقول له أنت متهم بأنك فسدت والله بددت المال العام. لأن الرئيس كافي من الشهادة
شهادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللي هو الرئيس محمد الشيخ القزوان. لعاد الصيب قال الرئيس يمشي يحوز عليها ويمسحها من فيسبوك ويمسحها من جوجل ويكري قوم ذوك اللي في الخارج يتباركوا معايا يقلعوا هذاك ذيك شهادة فات خرقت واعتراف ما تقدر يرجع عنه. ما ونين يقدم الدليل؟ يقدم الدليل نحن الشعب الموريتاني اللي يعكس لي الشهادة اللي بكاته قدام المحلفين وقدام القضاة وقدام السفراء وقدام الوزراء وقدام الشعب الموريتاني. لعاد طرالو شي في ذاك يلا يقدم به دليل قدام القضاء. الشهادة الثانية وزير الرئاسة بنحنا هذا صاحب الحوار صديقي انا معالي الوزير الاول الاسبق وزير الرئاسة حاليا والوقف والوقف هذا كتب رسالة مكتوبة خطية وتصريح وقال عن ذاك الملف اللي عدل هو اللي عدلوا المتآمرين اللي عدل هو واللي هو كان نائب رئيس لجنته واللي كانوا معاه فيه الإسلاميين واللي كانوا معاه فيه الكادحين واللي كانوا معاه فيه الانتقاميين على انه ما اتهموا فيه الرئيس محمد عبد العزيز ولا سماوا فيه ولا ذكروا فيه. لان هذا الراجل اللي هو اليوم مسؤول عن رئاسة الجمهورية الشخصية الثانية فيها هذا تصريحه. التصريح الثالث والخطير هو أعضاء اللجنة. أعضاء اللجنة وخاصة زميلي وأخي سيدي مولود نائب سيدي مولود والنائب من تتقي ونواب آخرين كانوا في اللجنة قالوا أيضا عن هذا الملف على أنه انحرف وعلى هذا الملف ما هو الملف اللي مشى من عندهم وان هذا الملف وعدلت فيه الزبونية وعدلت فيه الانتقائية وعدل فيه المحاباة وعدل فيه السيرفيس كاميرات. غير هذا ما قالوا ما ونين صمد الرئيس محمد عبد العزيز سنتين وصمدنا احنا سنتين على ان هذا الملف باطل ولا قالوا ما ونين فاتوا تأكدوا على ان الجهات اللي تقول للناس التحقيق وبنا احنا ذاك صاحب المحامين اللي طرحت عليه ساندريلا خيمة من خيام البوتيليميت في ذيك الرسالة اللي مشات له مات لا يقوم منها تأكدوا عن كان يقول ان المليارات المليارات مليارات الدولارات مليارات الدولارات ناس حتى ما يعرفوا الأرقام من مليارات الدولارات احنا كان عندنا كاع مالنا كلكم انتم اللي نقسموا عليه منا مليار وتكون رقدوا عام ونعاو نين فات تاكد لهم دور تعودوا شفتوا تدويناتهم يامس والله والنامس احنا صيقولوا الملف ما هو على بابه هذا تصفيه حسابات هاي انتقائيه انتم حجزكم انه انتقائيه لا ورق حجزكم انتقائيه لان لحقنا مرحله الان حصحص الحق نين لحقت لحظة المواجهة نين لحقت لحظة على ان الشعب لابد يعرف الحقيقة كل الحقيقة نين لحقت لحظة مواجهة القضاء مواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل نين لحقت لحظة العهدة العمرية حدكم بداتوا تدونوا تكتبوا هذا ما هذا الملف عاد انتقائي الملف تعرفوا انه انتقائي من النهار الاول وتعرفوا انه استهدافي من النهار الاول وتعرفوا انه تشويه من النهار الاول وتعرفوا انكم صرفتوا الموال ملايين على الملايين ومئات الملايين اللي استلموها الانساب واستلموها اخوات العلايات واستلموها النواب واستلموها ذوك كانوا يشوهوا الرجل غير ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك احدا من كان لله كان الله له وبالتالي هذه الخلطه عادوا واحدين اللي لهم فترة في كلام آخر ينقال له من أين لك هذا؟ احنا قاع ما قبضتنا شيء، كبافورنا ما زاقلو شيء، خزينتنا ما زاقلو شيء، ضرائبنا ما زاقلو شيء، أموالنا ما زاقلو شيء، يا أخي أنت عندك أخبارو، إيش غادي لكم؟ وأنتم عندكم أخبارو، وذا عند رجال الأعمال أخبارو، وذاك اللي عنده البنوك أخبارهم منه، وذو الناس اللي عندهم البنوك أخبارهم منهم. وذوك عندهم المؤسسات وعندهم التمثيليات اخبارهم منهم وذوك اللي يبيعوا الذهب اخبارهم منهم وذوك اللي عندهم الامارات اخبارهم منهم من هنا كهذا قلنا لكم عنها الين تنقبض ما يبقى حد منكم مقاس السجن لان هذا اللي توكلوا فيه ورات عين فيه الاموال هذا الشعب الفقير اللي مزروق شرم بيت الاحواش
مزروق في النعمه، في الحوض الشرقي، في الحوض الغربي، في العصابه، وفي تقانت، وفي قرقل، وفي قيديماقه، وفي الترارزه، وفي نشير، وفي ادرا، وفي البراكنه، وفي نواقشوط، وفي كبات نواقشوط. هذا هو المال اللي عندكم هون تبوشخوا به، هذا هو المال تركسوا فيه، هذا هو المال اللي كان فاطنكم عنه الراجل واللي انتقمتوا منه بكم اللي كان حارمكم منه. ايوا لين نرجعوا للملفات. هما الملفات اش فيهم؟ فيهم ملف في الحوت هوندونغ، صفقه من معدلها ومن مصادق عليها، مصادق عليها البرلمان الحالي، والباقي فيها مصنع و 3000 عامل موريتاني. نختار هذه الخلطه اللي يعيطوا ويطالبوا بالحساب وبالمحاسبه، يوفروا لنا مصنع. ده بعد مصنع العدل الصين هم هذا يترفدوا تات على ظهورته، وذوك اللي يشتغلوا فيه قطعا عنهم ما صينيين، يا غير الجماعه اللي تعدل ملف الحسابات ومعدل ملف تصفيه الحسابات. شغلت ديك الناس ما يمرقت شيء، والمصنع ما يمرقت شيء، لان تختار عن وقيات الديره هي في لبنتهم وتفشفش فيهم هي وعلاياتها لمساك شهر اسبانيا وشهر فرنسا. ثانيا علاش تسحبوا ملف هوندونغ؟ لماذا تسحبوه؟ لين هدت هون الصين، مالكم ما تموا فاتحين الملف ومخلينه ماشي؟ هذا هو اللي قلنا قبيل عن التحقيق لا يتجزأ. كلموا احزاب اللي كانوا يقولون معارضه، لماذا ما يتكلموا المفكرين؟ لماذا ما يتكلموا المدونين؟ كلها قضيبته حاكمه بها قبيله والله جهه. وكيف فلاح يقولون انهم مفكرين وكيف يقولون انهم احزاب؟ ماذا ما تكلموا انه مره احيد ملف هوندونغ؟ لماذا ما تكلموا لين هدد السفير الصيني؟ ولا هدد كاع لا مش 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 اشارات بسيطه. ايوا فوينا لانقيسوا ملف ثاني، ملف المطار. ملف المطار كل حد يعرف عن الرئيس معاويه والسيد احمد الطاهر، وعاقبوا علي والمحمد فال، وعاقب ذاك المرحوم سيدي والشيخ عبد الله، كلها فكر انه يعدل المطار، وكلها فكر انه يعدل صرف صحي. يا غير كلها لين يقدم العرض، كانت تقدم الصينيين وعياو تقدموا شي من الشرايك. ونتذكر واحد من العروض كان 700 مليون دولار، واحد من العروض عقب ذاك كان 110 مليون دولار اخر اخر عرض. ومتذكر على ان عرض عقب ذاك 140 مليون دولار كانوا يعدل المطار. خارجه شي من تراقه الدخنه كانت عندنا احنا هون، هذا المطار ذول كان يتناوسوا فيها لا الكلاب والمشوشه والحمير، وعدلت به صفقه ب 110 مليون دولار. صور الفرق، ان هم الناس لا يحاسبوا الراجل على انه عدل صفقه من 140 مليون دولار الى 110 مليون دولار. شوفوا العداله العرجه، شوفوا الاتهامات، شوفوا الاستهداف. ومن عدلوا؟ عدلتوا شركه وطنيه بمقايضه الارض مقابل المطار. احنا اللي عندنا من الاعلاب من هنا تياها الى تنويش، من هنا تياها الى بوتيليمين، الى نعود الله كل حد لا يعدل لنا علب نعطوه منه، يعدل لنا منشاه والله مصنع نعطوه منه، انتم لا نقسموا. مهاتير محمد نيت لا يعدل ماليزيا، ما عنده الفضاء. كانت ماليزيا كي مرست جوك، كانت لا ذنبان والجوك. هذا الراجل المعجزه اللي عدل ماليزيا وعدل منها نهضه، عدلها بسياسه المقايضه. يعيط الميتشيبيشي يعطيها تراب تبني عليها مصنع، تشق الاولاد اولاد ماليزيا تكونهم ويعدلها عقد 30 سنه. يعيط التوشيبا ينستاليها، يعيط لتويوتا ينستاليها، الين عاد ماليزيا نهضه هي ما فيها جامعه ولا فيها كليه ولا فيها حد قط قاع قرا شي سوشيال. هذا كامل وعدل بذا النوع من السياسه. احنا اليوم هذا الراجل قبض ارض المطار. يا غير هو عندنا مطار ينقال له ام التونس ذيك اللي فاقعه وحدين ومدفعتهم وراه وقاتين ولا يتملى ام التونسي، ذاك مازلنا جايين وشو الحوار. وذا هما يدخلوا منه ويمرقوا منه، وذا هو مطار مشرف. وتراب المطار ذاك يا هما اللي قاعده الناس دافعه فيها اهل السكر واهل السرطان واهل الامراض واهل كذا، دافعين يعدلوا فيها الرياضه وشباب بعد نتيجه هضرك من ذيك الساعه. لا نقيسوا الحاويات. ملف الحاويات ذاروا هما حولوا ضجه، واول مدير جلبور اللي هو المدير السابق للميناء
جدد نفس الصفقة بشروط أخرى وبدفتر التزامات أخرى واصل عليه. إذن هو ذا اللي طرى شنو؟ ذا اللي رجع للشعب شنو؟ ما هو استهداف الرئيس محمد عبد العزيز ومحاصرته في داره وتحويل بيته شور سجن في فضيحة تاريخية. الدور تم على إشباه هذه النخبة وهذه الناس اللي كانت يامس تعدلهم مبادرة الترارزة، مبادرة العصابة، مبادرة إنشيري، مبادرة قرقل، مبادرة قديماقة للمأمورية الثالثة لدعم الرئيس محمد عبد العزيز. مات فيكم حد قدي مرق راسه قدام تركتوريا قدام عياله تقدي تم لا مرق راسه بيدي ولا الحصر يعطيه لتوكل. إذن يغير التاريخ لا يحاسب. إذن هذه هي الملفات اللي مؤبروشية للرئيس محمد عبد العزيز. ايوه كل حد يعرف عند بينة على من ادعى. ثم تقولوا الراجل من اين لك هذا؟ قولوا له انتم ذا المتهمين به شنو؟ ذا الواقد عليكم انتم شنو؟ اراه ولا عاد عندي انا عندي ولا عاد ما هو عندي؟ هذا ما تقدر تسير به دولة. وانا بعد راني من هذا المنبر متحدي ذا النظام كامل على انه يعدل المحاكمة. كيف ما تحديناهم هون من هذه الطابلة للعامي على ان النصر سيكون حليفنا. بيدي حد وقف مع المقاومة، حد وقف ضد الكيان الصهيوني، حد انحاز لثوابت الأمة، حد انحاز لمقدسات الأمة، حد انحاز للفئات المهمشة والمحرومة. 270 ألف أسرة فقيرة راعيها اليوم من عند الحي الساكن إلى الترحيل إلى كبة مندز إلى عرفات كلها ساكن في دار. ما هو خايف، ما هو خايف من الشذريمة من المتملقين ومن الانتهازيين من أكلة المال الحرام. ثم ما فيكم واحد الدار الساكن فيها يسوى كانت رتبته ويسوى كان مستواه ويسوى كان هو ولا عياله ذيك اللي تتفركس فين في ذاك بيت رقاد. ما فيكم اللي ذاك جايبه من عند ابوه ولا جايبه من عند امه ولا وارثه ولا فيكم اللي محصله بخلاصه ولا فيكم واحد يقدر يمد الصبع في الاخر. هذا بخصوص هذا الملف اللي تلاو وحدين يوم هم ذا الراعي فيهم تضايقوا. الراعي في الخلطه بدوا يدونوا يقولوا الملف انحرف لنا الملف من النهار الاول من انحرف. هي اللجنة وين هو رئيسها؟ النايب ذاك اللي شفت هون وسائل الإعلام مر قالوا تواغط على انه عنده امتيازات جبرها في النوادي، هو وينه؟ اختفى وينه؟ وين هو رئيس اللجنة؟ نايب عندي عنه من قرقل. وينه؟ نايبه وينه؟ نايب رئيس اللجنة. اللجنة اللي تقولوا انها اتهمت، نايب ماله هو في الرئاسة. نايب ذاك وينه؟ ماله هو داره هو وزير هو دار وزيراش التالي له وزير البقاء. ها؟ وزير الحيوان. ها؟ ها؟ راعي دايرين وزير. وزير الجو. داروا هما اللي على التجارة. ايه داروا شر التجارة. هو راه وين طلع نهار الأول قال عنه في ست أيام إن موريتانيا دورت عندها اكتفاء من اللحم، اكتفاء من البيض، اكتفاء من البن، اكتفاء من الجو. ما أعطى قاع هو شهرين قاس التجارة. ولا نعرف ذا اللي يعدل فيه شنو. اذا هذا هم اعضاء اللجنه. السؤال المطروح اللي طارحه انا على المدونين وطارحه على الشعب هي اللجنه اللي كانت تشتغل على الملفات ويني؟ راني ماني متكلم عن التسريبات والفضائح اللي ظهرت لها وبيتعود علمتنا نعود وما درناه. وبيتعود قلت لي نعود ودرناه. انا ما كنت شاك ذاك، ذاك ماني متكلم عنه، ذاك ندور ان شاء الله اشتد اخباره في العلنيه في المحاكمه. يا غير وين هي اللجنه؟ اللي بقى منها اللي سامع به لا سيدي مولود والله قوم الكوار قوم الكوار قاع اصلا لا يكولورا بهم مسيكينين لا يندارو في شيوتو يعدل بهم ميتيساج. يا غير ولد سيدي مولود راعي له سنه يعيط هذا انحرف هذا انحرف هذا انحرف هذا انحرف. وفريق الدفاع راه هو طلب من قطب التحقيق على انه يستدعى هذا وذيك امور قانونيه واجرائيه. انا ما تعنيني، انا يعنيني الملف السياسي والبروباغندا والدعايه والدعايه المضاده ومواجهه الدعايات المغرضه بالحجه وبالدليل. هاي نتخطاو هذا. اذا
لا ينبشر الشعب الموريتاني، لا ينبشر الأحرار، لا ينبشر الشرفاء، لا ينبشر ذوك اللي بركوا عنا، على أن النصر قريب وعلى أن يوم بعد يوم يتأكد أن لا يصح ولا صحيح، ويوم بعد يوم يتأكد عن ذيك الناس دور اللي روسة كاملة يوم المواجهة. يا غير سابق ذاك لا ينوجه رسالتين، واحدة موجهة للقضاة ورسالة لا ينوجهها الرئيس الجمهوري. ونعود نقيس الملف الثاني اللي هو الحوار. رسالة موجهة للقضاة، لا نقول لهم بلغة الواثق من نفسه المعتز بقيمة القضاء المحترم للقضاة ولأهمية القضاء ولعلوية القضاء، لا يخاطب فيهم الضمير، لا نقول لهم على أنهم يلا يذكروا اليمين اللي أقسموا نهار إلين قروا على أنهم لا يتنطحوا لهذه المسؤولية اللي قال فيها المأثور قاضيان قضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. لا نقولهم عليكم أن تختاروا مواقعكم من الآن، إما أن تختاروا أن تكونوا من قضاة النار أو تختاروا أن تكونوا من قضاة الجنة. وأنا مخاطب فيكم الضمير أنكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا نخاطب فيكم الضمير لا نقولهم أقسطوا ولا تكونوا من القاسطين، إن القاسطين كانوا لجهنم حطبا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أنا واثق عن في موريتانيا رجال وفيها قضاة وفيها أحرار ما هم لا يقبلوا تلاو يشرشموا في هذه القضية اللي عاد واضح للقريب والبعيد أنها تصفية حسابات ومحاولة تحييد هذا الرجل اللي انحاز للشعب، نحاز الضعفاء، نحاز الفقراء، هذا الرجل اللي دار هون وزراء من الشباب، هذا الرجل اللي دار هون وزراء من العليات، هذا الرجل اللي عدل 4500 موظف مرقهم من الإدارة، دارهم في الإدارة لتجديد الإدارة، هذا الرجل اللي عدل ميناء تانيت، هذا الرجل اللي عدل ميناء نجاقو، هذا الرجل اللي عدل هونات يا أزيد من 240 ألف كيلومتر من الطرق، هذا الرجل اللي عدل الحق موريتانيا عندها 16 ميجا وايت من الضوء واليوم عادت عندها شي زيد على داخل 500، هذا الرجل اللي جانا هنا تياها والحقنا نزنوا هون ما عندنا قدرهات، هذا الرجل اللي جا الناس الحقه في كبة مندس كبة سينكيم كبة سيزيم، هذا الرجل اللي كنا احنا نزهره في زمنه في وسائل الإعلام وفي القنوات ونعدلوا المسيرات ونعدلوا المظاهرات، ما لنا خايفين، ما لنا طامعين، واللي كنا هون نعدلوا المحاكمات العلنية. أنا عدلت محاكمة هون استمرت 15 يوم من المرافعات هون في قصر العدالة وقلبت القضاء وقلبت القضاة في زمنه هو. لماذا هذا ما يوفرون نحن محاكمة عادلة لنتهمنا ذاك الراجل ذاك النهار؟ لماذا ما يخلونا نعدلوا مسيرات؟ لماذا ما يخلونا نعدلوا وقفات؟ تقولوا نقولوا عن هذا النظام، هذا النظام على انه نظام رجعي، هذا النظام من أسوأ الأنظمة اللي حكمت موريتانيا، هذا النظام أسوأ من النظام اللي حكم، وهون واحدين يقولوا لي نظام 78 لكن مازلنا جايين، أسوأ من الأنظمة اللي حكمت من 1960 إلى اليوم. هذا النظام يطايح للناس في اليدين ويطبطب على كتافه، والدولة هيبة، دولة طزانة، الدولة ما تطايح لحد في اليدين، الدولة ما تكري على راسها، الوطن للجميع. لا يقد يعود معدلهم بنافت وسقره به الناس. وبالتالي لا نقول ذوك القضاة على أنهم أمام مسؤولية تاريخية، إما أن يرفعوا من شأن أنفسهم ومن شأن القضاء ومن شأن علوية القضاء ومن شأن الإنسان الموريتاني ومن شأن القضاة الموريتانيين ومن شأن تاريخ المنارة والرباط ومن شأن تاريخ شنقيط ومن شأن تاريخ دولة مرابطية ويعلو شأن القضاء
وإما أن يدوسوا على القضاء تحت طلبات ورغبات مجموعة من المخنثين والمنحرفين والمحششين وتجار المخدرات وأصحاب تصفيات الحسابات والمتملقين والمنافقين. لا نقول لهم أنهم يا الله يختاروا الظل الذي يتظلوا به يوم القيامة، إما يفهموا أنهم لا يعودوا هك مع الخلطة اللي محشورة هك يوم تبلغ القلوب الحناجر، وإما يعودوا مع الناس اللي لا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أفهموا عن هذه القضية ما هي قضية العبد العزيز، والعبد العزيز أنا ما وشافني، والعبد العزيز بوك النيصة قبض مدفع أحمر طيح به السلطة القايلة من النهار وطعل رقاب الرجال هنا 12 سنة ما في واحد قال بنت يكون أنا واحد، ما فيكم حد نق ذيك الساعة ما هو أنا وحدي. طلع 12 عام هون يسوسكم هون يوقفكم ويقعدكم. وعد الانقلابين قلت له انا ما شافني ولاني متعاطف معاه، انا منحاز للمواقف الوطنيه للمواقف الانسانيه للمواقف التاريخيه، منحاز للانجازات اللي راعيها باقي اليوم، منحاز للانجازات اللي ظهرت عليكم انتم الضوء راعي لكم 3 سنوات ما قديتوا تديروا بريكه واحده. احنا اللي شافنا ما هو العبد العزيز، احنا اللي شافنا الوطن، احنا اللي شافنا المواطنين، احنا اللي شافنا خيرات موريتاني، احنا اللي شافتنا نخبة موريتاني، احنا اللي شافتنا سياسيين موريتاني، احنا اللي شافنا معارضة موريتاني، احنا اللي شافتنا ديمقراطية موريتاني، احنا اللي شافنا شباب موريتاني اللي مقيدتوا القبيلة ومقيدتوا الجهوية ومقيدتوا الفئوية ومقيدتوا العنصرية عن يقول الحق. واحد ما فات دار المحيط الاطلسين بينهم مع موريتانيا ما يقدر يقول الحق، راعيني انا نقول الحق ولاني خويف ولاني طويم اذا احنا هذا هو الموجه انا للقضاء، ولا نقول لهم ان ثقتي في القضاء كبيره، انا ماني كيف ناس اخرى، انا ما نظلم الناس، ثقتي في القضاء كبيره، ولا نقول لهم اني نعرف عن موريتانيا فيه الشرفاء ونعرف عن موريتاني فيها اتقياء، ونعرف عن موريتاني فيها صالحين، ونعرف عن موريتاني فيها اولياء، ونعرف عن موريتاني فيها ابطال، ونعرف عن فم قضاة اللي قدوا يوقفوا ساعة الحسم ويقولوا لا لا يصح الا صحيح، نحن لن نرضى بالتمالؤ والتواطؤ ولن نكون اداة لتصفية الحسابات. ماني متكلم عن النيابة. النيابة ماني متكلم عنها. بلي وكيل جمهورية انا نعرفه في جيته في قضية واضحة فيها ظلمي. إلي رايك ما قد يحرك فيه شيء وبيلي تابع للسلطة التنفيذية وحد لا يمتلك قوت يومي ما هو حر. أنا نتكلم عن القضاة الذين لا تأثير لأحد على سلطتهم، القضاة اللي ناضل نحن من أجل تحرير القضاء، القضاة اللي نحن يوميا نطالبوا بتحرير العدالة واستقلالية القضاء. ياك يعودوا عندنا قضاة أحرار، كيف القضاة اللي نوقف نحن قدامهم في صراعنا مع عبد العزيز نصفونا واعطاونا حريتنا واعطاونا حقنا في استخدام المنابر ومنها هذا الحزب اللي احنا قاعدين فيه، لكن نوع من القضاة هو اللي ندور. رانا نحانوكم ونعول عليكم والشعب الموريتاني يعول عليكم. مكتبة القضاء العالمية ذا قضاء ذا شيء يفهموه هما. المكتبة العالمية للقضاء تنتظركم وتعول عليكم وتنتظر احكامكم. افهموا عن الاحكام اللي لا يتعدل. والتأسيس لا يتأسسوا عليه على أنه لا يبقى للتاريخ، لا يبقى مكتوب بساميكم بسامي أسركم بسامي عوائلكم بسامي قبائلكم بسامي جهاتكم. وفهموا عن لا عذر لكم، لأن نحن ناظروا على لا تأثير لأحد، لا تأثير على سلطة القاضي لأحد. نختاركم ما اللي تذكروا إن أنتم ترجعوا للدار وكلكم يفتح كتابه تعيينه ولا ترسيمه يجب فيه من تحت دور يشوف نهايته الرئيس محمد عبد العزيز. انا متاكد عن جميع القضاة جميع الاداريين جميع الموظفين جميع اعوان القضاء في هذه العشريه انهم كاملين تم ترسيمهم وترقيتهم وتحريكهم باوامر من الرئيس محمد عبد العزيز. اذا تذكروا
ذكروا أيها القضاة، ذكروا أيها الكتاب، ذكروا أيها الأعوان، وأنتم تستلمون هذا الملف، ملف المؤامرة الكبرى اللي تبرأت منها اللجنة العدلت وتبرؤوا منها الحركات العدلهم وتبرؤوا منها الأفراد، أن هذا الرجل الذي لا يتفتح ملفه أنه هو كان ولي نعمتكم، أنه صاحب الفضل عليكم في المكانة والدرجة والرتبة التي أنتم فيها. هذا اخترت نقول لكم، احنا ما لنا ذوك الخلطه اللي طايحوا لكم في اليدين، ولا لنا ذوك الخلطه اللي مبردالهم الاخلاق ويلودوا التبراد الاخلاق وعندهم احقاد وعندهم تصفيه حسابات، بينا نعرفوا ان تبراد الاخلاق عقوبته الدنكيس. ايوه لان توالا وشور الملف الثالث، احنا تكلمنا عن السجناء، تكلمنا عن الرئيس، وجهنا رساله للقضاء، لا يستنقول سابق نمشي عند الملف اني انا موجه رساله للرئيس محمد بن الشيخ القزواني، ونذكره نذكره اولا بكيت ذيك اللي عدل لا ينساه ويفهم عنها هي الاولى لا تنطرح في العداله، وشهادته ذيك اللي قال اخي، ولا نذكره مالي باخته تكبر اللي مالي فات جاب لها تحنحينه في هذا استاذ اختي تكبر، انا راي متباركين معاها اخوته في الحاله المدنيه، لان هذا ما يقد يعود دوله ولا يقد يعود اخوه ولا يقد يعود نظام، ولا نذكروا على ذي التهيدين اللي كانوا واحدين له في الخلطه تهدئه، رئيس العشريه، الاخلاق، رئيس الاخلاق، المسحه الاخلاقيه، الراعي فيهم من يامس واخذوا بيان وقالوا عنه يطعنهم في الظهر. نفس الاحزاب اللي كانت المشوي في شنقيطي واللي رجعت من شور شنقيطي، وشنقيطي ما قد رجع حد من مشوره ما هو قيس اسمه والله في التراب. قد جاء لا المختار وداروا رئيس وجاوهم هما ووكلوهم المشوي واعطاوا ثلاث عمامات تكلموا. على ذي الجماعه اللي ذي اللي مقرر فيه الاخلاق ومقرر فيه الاخلاق وزينه ومقرر فيه المسحه الاخلاقيه ومقرر فيه التهدئه، لا نقول له ان هذا انا ما عرفت كانوا شكر ولا عيب، بلي رئاسه موريتاني ما ظهر لي مولانا عن قط قاسه رئيس يسوى منه من الساعه اللي حكم موريتاني يسوى عدل شيء والله ما عدلوا، ما هو رئيس عنده اخلاق، ما هو رئيس عنده مسحه اخلاقيه وعنده تربيه وعنده اصول وعنده جذور، وبالتاكيد انه هو لا واحد منهم، ظهر لي مولي ان احنا ذيك الساعه نين صوتنا له وزرقنا له ما كنا زارقين لرقاج ما عنده اخلاق ولا عنده اصول ولا عنده قيم، كنا واثقين ان ننتخبه رئيس عنده تجربة وعنده أخلاق وعنده قيم وعنده وصول، وبالتالي هذا اللي تقرر فيه المعارضة وأحزاب المعارضة واللي بانوا من يامس يهدوه عبر القنوات وعبر الوسائل بأنه لا يسحبوه منه، لا يسحبوا منه ذيك تهيدين المسحة الأخلاقية ولا يسحبوا منه ذيك التهدئة اللي كانوا عاطينه، ما عندهم شي محركين به شي، ما تابع لهم حد، ولا يسحبوا منه ذاك الطابق، لا نقول له انه يلا يذكر هدف قديم كان عند هذه الاحزاب ينقالوا اضربوا العسكر بالعسكر، نعرف من الساعه هون مسيراتهم يقولوا اضربوا العسكر بالعسكر، ولا نذكروا على انه هو حسب اللي صدر لي من ياسر من الناس قال في اكثر من موقف لاكثر من شخصيه على انه هو يعرف عن الرئيس محمد عبد العزيز ما عنده قيه ولا خمسه لموريتان. هذا الكلام نقلوه لي ارواقيج عدول ونقلوه لي ارواقيج ثقات من ارواقيج قالوا عنه قايلوا له. اذا لنعود رفيق دربك، لنعود رفيق سلاحك، لنعود الرجل اللي قدمك للشعب الموريتاني وخاض الحمله ودافع عنك، انت تعرف عنه ما عنده خمسه لموريتاني ولا عشره لموريتاني، ما يضا تخلي بينه مع هذو الناس، هذه العصابات، هذه المجموعات
هذه الناس اللي تصفية الحسابات هذو المتملقين بهم الوقت اللي تخلصوا منه دور يرجعوا لك انت. والدليل راعي الدليل بياناتهم اللي بدات تمرق من يامس معاكسه اللي كانوا يقول. انا بعد ما قط قلنا انك صاحب المسحه بين اللي نعرفوا ان فما يلا قاعد فيكون حد عنده اخلاق ولا قط ما اللي قرت فينا التهديئه بين اللي قاع ما نعرفوا تهديئه بين المعارضه والاغلبيه. نعرفوا لا اغلبيه تحكم ومعارضه تعارض. هاي التجاره اللي عدلوا قومنا احنا اللي نعرفوهم 92 ونعرفوهم 2006 ونعرفوهم 2009 ونعرفوهم 2014 ونعرفوهم 2019 لا شكرهم ما يفرح. وبالتالي لا نقول لك ارعى لا تقول اكلت يوم اكل الثور الابيض. افهم عنين ينتكلوا لعبد العزيز على الخطوه الثانيه لا يتعود انت. لان السيناريو اللي كان ينطرح عن لتحييد العسكر لتحييد الضباط لما عجزت اشباه المعارضه لما عجزت هذه الاحزاب لما عجزت هذه الاشخاص لما عجزت هذه القبائل لما عجزت هذه الشخصيات الشوفينيه العنصريه القبليه الجهويه متطرفه عن تحقيق ماربها ماربها في الوطن قررتنا تضرب المؤسسة بعضها ببعض. ولا نذكرك مقاطعتهم للانتخابات 2014 لأنهم قالوا عن المهم أن يفسح المجال أمام الرئيس محمد عبد العزيز يعدل المنطين وينجاب رئيس آخر ويكاروا ونتخلصوا منهم. وبالتالي ظاهر لأنك يلا تعود من الحكمة يلا تعود من التجربة يلا تعود من الحصافة اللي ما تقبل على انك تعود اداه هدم. ما هو لولا عبد العزيز؟ عبد العزيز اكثر من مره قال انه هو ما هو مهم في حد ذاته، انه هو المهم عنده ذا الوطن. المهم عنده قوه ذا الوطن، واحنا المهم عندنا ذا الوطن، المهم عندنا امنه، المهم عندنا استقراره، المهم عندنا وحدته، المهم عندنا تماسك نسيجه الاجتماعي المتين. المهم عندنا استمرار وحده وقوه مؤسستنا العسكريه الضامنه. لوحدتنا الترابية الضامنة المدافعة عن الحياض وعن الثقور. المهم عندنا قوة القضاء واستقلالية القضاء اللي نحن نحتكموله. علوية القانون. المهم عندنا سلامة هذا الشعب. وفي والأخرى رانا نختلفوا فيه. وبالتالي هاي رسالة موجهة للرئيس. أنا ما ندور عندك شيء. ولا نعرف فيك شيء ولاني خايف ولاني طامع ولا عندي توجعني لا هون ولا هون ولا عندي ملفات لا يمرقوا لي لا في الامن ولا في المخابرات ولا عاد فهم مرقوا راني قايل المدير الامن من هذا ومخبرين وبد ومخابراته ومخبرين وداخليته وخارجيته على انهم يمرقوا من الصبح ويعطوهم المدونين. ولاني الخليطه اللي كانت تجبر في البيروهات تحت التراب زمن العبد العزيز ولا ضرب والعبد العزيز راوي الصندري ولا نعرف فيه هو والعبد العزيز خمسه ولا عشره اللي راعي ضركي الصندري راني قايلها مباشره ولا قد يشريني والسوقي ما فاتخ لك ولين تنتقاسم معاكم موريتانيا لا يتخلوا لي انا التراب ونقبض المحيط ولا تقبضوا انتم المحيط نقبض انا التراب. ماني الخليطه اللي تتقاسم معاكم بالتوقيعات والتزكيات وخمس مقاعد وله وشوي له. ولاني عاطي الخطمه لحد ذي الارض بي اللي عندي فيها تاريخ يمتد لاربع قرون وعندي فيها دار عمرها 300 سنه مصنفتها الامم المتحده من التراث الانساني. ولا ينقبض باذني ولا بقضارتي. وهذا فت قلت لك انت سيد الرئيس اني كنت قائد الاركان في نقر قياده الاركان وقلت لك في دارة حملتك وراعني قايل لك اليوم نعرف عن النصيحه في الملأ خديعه يغير اليوم وجب تبيان ما يكره او الخلطه اللي كانوا معدلين الحوار ما كانوا معدلين الحوار
ما كانوا يقودوا عملية انقلاب على الدولة والمجتمع ومؤسساتها. هذا هو اللي نقوله. النقطة الثانية، والخطة اللي كانت قايسة الحوار، ما كانت الدور حوار. بيلي هي كلها يعرف راسه. والحوارات موريتانيا عدلت منهم الكافي وشبعت منهم. والشعب الموريتاني ما يدور الحوار، الشعب الموريتاني يدور الماء، يدور الضوء، يدور القمح، يدور الحش، يدور الدواء. القنم تعيط، البقر يعيط، البل تعيط، النعاج يعيط، ويوقي يرواقيش. الشعب الموريتاني ما يدور شد اخبار من بين هذه الثله من الطبقه السياسيه المنهزمه الفاشله المتامره. هاي الطبقه السياسيه هي اللي تامرت مع الضباط هون في الانقلاب اللي خلق هون ل 16 مارس. نسقت معاهم في باريس وتنكرت لهم في نواكشوط، وخلاو الضباط ماشيين شر حبل المشنقه. هذه هي نفس النخبه اللي تامرت هون على اللجان العسكريه، اللجنه العسكريه للانقاذ واللجنه العسكريه للخلاص، ودايقتهم هنا تيا ودخلوا ذيك المطبه اللي تعرف وانت ضابط. نعرف كان هذيك الساعه المؤسسه هي نفس النخبه اللي كانت تطبل الولد طايع وتقول له معاويه الخير، وهي نفس المعارضه اللي كانت تعارض الولد طايع وتقول له ذاك اللي تعرض. هي نفس الجماعه اللي دخلت حوار 2000 وحوار 2006. انا نذكر الشعب الموريتاني بالحوارات، حوار 2000 واللي انتج عنه وزير خو واحد من رؤساء المعارضه. موريتاني توقف كامله، كان يخلق حواره، كان واحد يقبل خوه يدير وزير. وحوار 2006 اللي نتجت عنه الطرينيشه اللي عطات الاتحاد الاوروبي وعدلت بين انتخابات 2007 وخلقوا هون رموز كرتونيه. وحوار 2012 اللي ينتج عنه توحيد اللائحه، وحوارات اللي كانوا هم يطالبوا بها واللي كنا احنا نقولوا لها حوار وطني شامل، وهم يطالبوا بحوار سياسي. حوار سياسي معناه نجابرو 50-50. هذه النخبه ما عندها شيء مقدمته للشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني راعي يطحنه الجوع، الشعب الموريتاني راعي يطحنه الفقر، راعي يطحنه المرض. المستشفيات كان فيه من الوسائل والمعدات وقف، الاطباب وقفوا، المضخات وقفوا، الجروب المولدات وقفوا، قدروهات انتكلوا، قدروهات من انفسهم انتكلوا بهم اللي ما وجدوا. انتوما لكم ثلاث عمان عايشين على انجازات صاحبكم اللي تنكرتوا له وتنكرت له اغلبيتكم. وتاني ما عندكم شي قايسين به العمان جاي. ولا يتموا سيد الرئيس قارينك بجو التهدئه. هذا جو التهدئه، انتم تقدروا تعدلوا شنو؟ هما اللي يقدروا يعدلوا شنو؟ هما ما فيهم حد عنده وجه ولا كفاء يقدر يواجه به الشعب، وانت فاتوا كالوا سوقهم شهرك. هما راكبين الوتات من عندك. وعندهم الخلاصات كيف ما قالوا في الفيسبوك، وشقلوا اولادهم، وشقلوا تركتهم، وشقلوا امناتهم، وشقلوا انسابهم، وعدلوا لهم القايات، ونعطات لهم التراب، ووجهوا في الاداره. والكار قرعته قالوا الناس يقمض عيني. هما ما عندهم وجه مواجهين به حد، ولا عندهم شيء مهدين به حد. وهذا نوع من ابتزاز الدوله، ابتزاز السلطه، ابتزاز المجتمع. وهذا الشعب يظبي، هذا الشعب الضعيف يظبي. تقوى دعوه المظلوم. فيه ناس هون تبات ما تعشات، فيه ناس هون تبات ما تقدات، فيه ناس هون اتيات تموت في الطريق، فيه ناس هون تبات عند لي زيرجانس. هاي ما هي نخبه، ها ما مناضلين، ما هم يساريين، ولا هم كادحين، ولا هم قوميين، ولا هم اسلاميين. هذو مجموعه منحدره من قبائل وجهات معروفه من هذا المجتمع البدوي الموريتاني يمتهنون التزلف والنفاق، ولا قد حد قال لهم احنا نقولوها لهم. اذا السيد الرئيس يلا تراجع حساباتك، تراجع حساباتك بكلي. قال مولانا ادوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. بالعدل سيد الرئيس تولي عندك الامانه.
انت هو اللي عندك الأمانة اللي قال مولانا فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت هو اللي مخاطب بك اللي تعهدت لهذا الشعب أنك لا يتوفر له الأمن وتوفر له العدل وتوفر له الإنصاف وتوفر له الرفاهية، ومولانا قال لك وانت قال انك في صراتك والطايبين والخيمة الزوايا وذيك المردة باط، لا نقول لك انا اللي والخيمة عبيد اعلنوا واوفوا بالعهود ان العهد كان مسؤولا. والآلة يتم موريتاني عليها تيتكركروا تركي تيتكركروا مواطنين ينزرقوا في السجون اللي يتكلم يكمن فمه ومطلوصة فينا ذلة طبقة سياسية من المتملقين والمنافقين تقتات على هذا الشعب وتوكل ماله ولا يقدر يسميها ما هو حد دار عاد قاعد في أمريكا ولا قاعد في البحر. من هذا المنبر راني نهنئ المدونين الدوليين، نهنئ ذوك المدونين اللي في الخارج، ونقول من موريتانيا انها كاملة والموريتانيا ما فيها حد يقدر يقلع من حد شيء وتقدم ما تقلع شيء من تحكم. وبالتالي لانجيسو الحوار تكلم الوزير الامين العام وقال عنه كان مبادرة، وذاك اللي قال في ياسر من المقالطات للاسف، ذاك اللي قال الوزير والواقف في ياسر من المقالطات. اولا احنا الحوار ما مشينا شورو على انه مبادرة من الاحزاب الممثلة في البرلمان، بين اللي نحن ما انه ممثلين في البرلمان والبرلمان قاع ما يشرفنا التمثيل فيه بشكله هذا. يا غارينين يفوت الشعب الموريتاني وذول وسانا عدنا ذا المؤتمر سابق العطلة وسابق تقفلوا المدارس رانا مشي الرسائل، عاد مستعد انه صوت تصويت عقابي ضد هذه النخب ديك الساعة لا يعود يشرفنا البرلمان. قال عنه مبادرة، هي ما هي مبادرة، والمبادرة معالي الوزير تعرف منين انكتلت؟ طبعا كونين جانا والمولود ولد داه في مبادرة مسعود اللي عدلت 1 مارس واجتمعنا معاهم وظهر لي مولانا فمشي من الناس عاطي التزام لولد القزواني على انه قد يجيبنا احنا وقد يجيب مسعود وقد يجيب الناس كامله للحوار. قلنا لهم على ان مالنا ماشيين، ولا نقول نذكرك بالضبط بالكلام اللي انقال وهذا راهم يعرفوه القوم اللي عادوا ما قالوا لك، ان الرئيس مسعود البخير قال عنه يختار يبقى مع الشعب، يختار يبقى مع الفقراء، يختار يبقى مع الاحزاب، يختار يبقى مع المنظمات من يمشي مع هذه الاحزاب اللي لاقيه تصفيه لذا النظام. ونذكر الساعه قال نائب رئيس تواصل، والله قاع رئيس تواصل كان معانا في نفس الجماعه على انه هو اللي باقي، وقلت انا على اني باقي، وشكلت لجنه لا يتعدل خارطه الطريق. شعب ما يقدر حتى من لا يمرق له ويدير قدامه شي من الابواق ويقوم يلفلف، واحنا ما نلفلفوا ولا نخطاو، وهذه الرموز الصانعين انتم هون معدلين ايام معارضه سبيبه قايلها انا، وشكلت لجنه تعدل خارطه، وذيك اللجنه كان فيها الامام صاحب الرف دي هذا، وكان فيها المرحوم كان حميد وبابا، من عقب صاحب الرف دي جاه تعيين وعندي عنه وعين مدير وعقب ابا عنه ذوك الايام، جاو في الاجتماع الثاني واعتذر وشكلت اللجنه وكنت انا فيها والمرحوم كان حميد وبابا، وحنا هما اللي عدلنا ذيك الوثيقه. يا غير قبضنا وثيقه النواب البرلمانيين الاغلبيه والمعارضه اللي تكلمت انت عليهم واعتبرتها هي اصل المبادره، وحنا كنا نعتبرها اصل المبادره ما نعود طرحنا كرعينا ذاك النهار في الحوار. قبضنا ذيك الوثيقه الجايه من عندهم بينا نعرف انهم عاطينك انت حنك وعاطين للرئيس حنك على انهم يدوروا يجيبوا الناس ويجمعوا الناس ويسيطروا على الناس ويهدئوا له الناس، وضمناها المقترح وخلق اجتماع في قصر المؤتمرات في انا وفي انت الوزير الامين العام وحضروا احزاب الاغلبيه وحضروا جبا ماتيجان، وقلنا لك على ان مالنا من جماعه المبادره وان ما يمثلون الاحزاب الممثله في البرلمان وان مبادرتهم ما تمثلنا وان جزء من مبادره الرئيس مسعود المعلونه 1 مارس
وان ذي المبادرات كامله لا يندمجون واخذوا منها مبادره واحده، وان على هذا الاساس لا ينقيسوا الحياه. تمنى ما عاد من عدوا لنا جماعه ذاك اللي عد الوصله عدوا لنا مري فيفا عدوا كل متواصل وجمعوا الناس من دوننا وقرروا ان احنا هذا محسوبين على ولد عبد العزيز وان يلا ننقصاو وان مسعود مولي يلا يخلص منه عن طريق تمتان ديران الاستثمار فيه وقصص لي وان بويتر يلا ينعس. هذا هو المسكوت عني وذا هو الحقيقه وذا هو اللي عدلت وذا هو اللي تامرتوا عليه. وحاك فم قراد ذيك احزاب المعارضه البايده الجايه من زمن حزب الشعب والكادحي ونختار نكد من حزب الشعب كان بلاء على موريتانيا والكادحين جماعه من اولاد كادحين وطرعوا فيهم جماعه من اولاد ابناء ذوات كانت انتهازيه تستغل قضايا المهمشين للوصول للسلطه. هذه هي كانت الكادحين والدليل مؤتمر عدت معاهم مرين دادا 67 تقلدهم للمناصب والوظائف ونساو المهمشين ونساو العبيد ونساو الحقول ونساو شمامه ونساو مبوط ونساو المزارع ونساو كيفه ونساو الجب ونساو باركيول ونساو ذاك اللي كانوا يتشدقوا به كاملهم. لان احنا ما لنا الحد الاخر لين خطنا بالمداعي لين فهمنا ذا قعدنا احنا شاركنا فعلا الجماعه الاولى غير الجماعه الاولى قلنا فيها بشكل واضح لهم الواقع ولرئيس حزب ليبر وللناس حاضره عن موريتاني فيها ثلاث اشكال من المعارضه ذا بالتوان ذا معارضة منتهية ما وراء كرسي السلطة. هاي اللي يقولوا لهم المعارضة التقليدية ويقول لها الشارع معارضة المشوي ويقولوا للناس معارضة تبيعوا نفسي. ولاي معارضة؟ شي من الأحزاب قضت الانتخابات من 92 والتالي حاصل عليه 1%. وفي قلنا له عن فم معارضة مترددة. معارضة ما قالت حد يعرف وجهها من وقفاها في جماعة التواصل اللي دايرة كراعي له. معنا احنا مع مسعود ودايره كراع في النص مع المولود هو هذا ودايره بحشيشه شور الرئاسه ودايره قرن فين في القصر الرئاسي. هي الحقائق هي الحقائق المسكوت عنها. وقلنا له خالقه معارضه ينقالها مراسيل مولانا ينقالنا احنا هذا معارضه المعارضه. احنا ما لنا معارضه نظام نحن معارضه المعارضه. بين اللي ذي المعارضه هي اللي دمرت الشعب. هاي المعارضة هي اللي انتهكت الشعب، هاي المعارضة هي اللي استغلت الشعب، هاي المعارضة هي اللي تآمرت على الشعب. هاي المعارضة هي اللي تكلمت عنها ويكي ليكس المذكرات ترى عليك يا موجودة. وقلنا له علينا ما يمثلنا موروثنا. ونراعوا فيه جايب الحركات ونراعوا فيه جايب الناس اللي هامهم يسمنوا. وجابوا لهم عنوان المرشحين السابقين وعقب راسهم اللي جابوا لهم عنوان الحساسيات، حساسيات من يقولوا الواقف معناها حرطاني بيضاني كوري معلم. هذا هو المفهوم السياسي للحساسيات. انتم فهموا معنى الحساسيات معناها مثلنا الكوار ومثلنا هالبولار ومثلنا الحراطين ومثلنا المعلمين ومثلنا القاوده والوساني قلت عن القضاء قبيل ما يحبسوا البيبه. بلي الخلطه القاعده في قصر المؤتمرات قاعده متقاسمه على الاساس وكان الهدف الاساسي كيف ما كان الهدف الاساسي 2009 لان قررت اداره الامن انها تخلق بيدق ياك تتجاوز به مسعود وبيجل في الجبهه كان الهدف الاساسي ايضا من الحوار اقصاءنا احنا واقصاء مسعود واقصاء بيجل واقصاء جماعه والتيار العريض الكبير اللي داعم للرئيس محمد عبد العزيز. ودرت عود سمعتوا كلامه اللي واقف سمعت وقال اللجنه الاعلاميه وعدلت، لجنه التنظيم وعدلت، والمشاركين عرفوا 280 وسياسيين و290 وعدلت من 300 منها وكذا، وعرفوا من لا يطيب لهم ومن لا يشري لهم قاتو ومن لا يشري لهم بورو، وعرفوا هم اللي ذا اللي ورا ذا فاتوا تقاسموا اللجنه الوطنيه من قايسه ذا كامل فاتوا قسه. ذا والهم المطالب صعيبه. مطالب بثمنها. ناس كانت تقول تهدئة 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 تهدئة. أنا نعطيكم رواية في سياسيين موريتاني ويسمحوا لي المثقفين سياسيين موريتان كالقرود كيف ليل لهاد
إلين قرود إلين يتفاهموا يأكلوا المحصول ولين يتضايقوا يخسروا الحريرة. هذه هي الطبقة السياسية الموريتانية، طبقة قرود إذا تفاهموا أكلوا المحصول وإذا تشاجروا أفسدوا الزرع. غير يقولون نصارى علن دائما حينما يتشاجر اللصوص فهنالك لص ثالث. ولذلك الخليطة لين تضايقوا قام قاعد الواقف نص بالمراس انه لجنة مشرفة على الحوار. وسحب ذا كامل وقال قب في نقر الرئاسة. وبقاوا هما يتبعرصوا. ذاك منهم كان موالاة وذاك منهم كان معارضة. وقاموا بياناتهم قام تشنشين وتراعبهم يامس. احنا عندنا بهم يتعينتوا ويعقدوا على يباتهم ويشمروا على الحوار ولا النحضره ولا النحضره. ما كان يدور الحوار برام قايس الحوار يدور حزب. ونين تعطوه حزب دور تتندموا عليه ونين ما تعطوه حزب دور تتندموا عليه. ولا هو بوط العبد. اذا خليتوه ويلكم واذا قطعتوه ويلكم. هذا قايل وانا الوزير الداخليه. كض وراني انا عاطيله. والله العظيم الكريم تقوم السماوات والارض قايلها للموريتان ما تعطوا حزب ما تندمتوا. والله العظيم ما تحكموا عنه ما تندمتوا. ولا عرفوا بل منين لحقتوا شوفوا الصفه اللي تصرطوا بها. وتشم قعد في الحوار يدور حزب. والديمقراطيه وحقوق وباتاتا وذاك النوع ذاك يخيط خط في الطواغ كل ساعه كان يخيط خط فيهم خط خط قلت لكم انه من دائم الان. لا فهم تقدميين ولا فهم يساريين ولا فهم وطنيين ولا فهم حقوقيين ولا فهم اسلاميين ولا فهم قوميين ولا فهم وطنيين. فهم شمل الانتهازيين وذا كنا نكتبوه بالعربيه ونقولوا تقاسم السلطه وتقاسم الكعكه. يا غير انا اذا قلتوا رحم الله امرؤ نادى الي عيوبي. انتم ما عندكم مدونين، ما عندكم كتاب، ما عندكم مفكرين، ما عندكم مثقفين، ما عندكم اقلام، ما عندكم قنوات راعيهم، ما عندكم اعلام، ما عندكم منصات، اطلعوا قولوا فيهم عكس. وزير الداخليه امام خيارين، لا يتوخذ حزب فلم ولا يتوخذ حزب الرق. والله ما لي مالكم ماخذهم ولا يعد عليه الحوار. الخلطة الأخرى ما تاتكاس بشيعات تلود الشيء لأولادها وأولادها مناتها ومناتها مناتها كل هالشيء باني يظل تاكي في دار في إلوسي يركز على قاشوش وأحفاد أحفاد ولا تتخمم تموري تاني فات كالها مازالت سيفا وكالها نيعات لوقية وكالها مازالت الصنادرة يا بطشوفها وكالها بالديمقراطية وكالها باسم الحرية وكال عمره ولا تا عنده شيء ملود هذه هي الحقيقة وهذا هو المسكوت عنه. والبكي اللي طرعوا فيه اليوم عبر القنوات والحوار والتهديد وحنا كنا متكايسين معاك وتهديد الرئيس بطريقه غير مباشره هاي تصب وتخرى عجله مولي. لان جماعه كامله ما يلمولانا ولا للوطن ما قالها لا يعذوه. هذا الصلبكي اللي واحدين فيه والبيانات ويجبون الحوار لا يستثني احدا. ثم قالوا لكم قاعد الخزوان من عند الراس. قالوا لكم اخلاقي تعهدات تمسحاتكم هذا تمسحوا لي مالو قال لكم لا تستثنوا احدا تمشوا تجمعوا وتعذروا وانقالوا في نقر التواصل وتقروا انكم تقصوا الزعيم مسعود وتقصوا بيجل من الشورى وكذا وتقصوا نحن من اله وتجوا وين تفوتوا تقعدوا دواركم الضريبه كبيره. واحد هم يقرا لنا احنا ثلاثة ويدير في بالنا حد ياض يعود في كتب بوينتير نوتو. ابن عالم ما يقدر ما يقدر بطا. انا ماني ضد تسميم بيرام انا مع تسميم بيرام سمنوه حتى. وراني ضد التوقيع له وبيرام ما يقدر يترشح وين ترشحوا انتم. وتعرفوا في الملف 2014 انا ولا معدلو. معدلو انا هو اللي يزيد به. أصلاك يا خيري أنا هو اللي معدل الملف صورته هي عندي خلنا نجلس السوري هو ما يعرفش لي الله ما تعطوه أنتم 100 كونسية وخمس عمد ما يقدر قاعد يطرح ملف لا تاخذ باط قاعد يردوني إذا أنتم تخدعوا شعبكم وتحبسوا البيبة أنه قال حرطاني بيضاني أنتم تحوزوا على الراجل توفروا له كونسيات وتمكنوه منه
وتقول له مشي ترشح باسم الحراطين وباسم هذا، وتحبسوا الاخر انه قال انه بيظهر، وتو تبيعوا لنا احنا الخوف، تبيعوا لنا تهديد الوحده الوطنيه، تبيعوا لنا تهديد الامن، تهديد الاستقرار. انتم تظلوا مجمعين في قصر المؤتمرات، قاصين يانا وقاصين بيجل وقاصين مسعود، ولين يبغوا يفشل حواركم، وهي الفكتيره ماتت قد تمرشي، تقولوا نطالبوا باشراك الرمز مسعود، مسعود رمز من السابق يتخلقوا ورمز من السابق يعود تعهداتي في السلطه، ورمز من السابق يجي عبد العزيز للسلطه، وبيجل رمز من السابق يجي معاويه للسلطه، وانا مناظر من 83 ما بات حلف الحركات الحقوقيه ولا رمايه حقوقيه. انا هو اللي سميت واقف نزهر على ولد عبد العزيز نين بلس ولا الواقف المهرجان عدلته في مصطاد والبيديه والوديعه حاضر، هو اللي واقف عند كتابي صورتي ندم مره قال ليله، هو اللي واقف داير وعبوني ما عرف من الحبس. يجد عليكم انا اللي عاد اليوم خليك بفيسبوك، والله خليك بفيسبوك، والله نخلق جيل هون من الشباب اللي ما عنده تاريخ، انكم لا تصنعوا له تاريخ جديد من دوننا. اي راه اللي متن علبتها وكذا فيزها احمر في التلفزات، اللي قال حرطاني بيضاني كوري معلم ازنقة هالبولار ولا فصانيكي، انا ما هو بيران سنة با بيران، بيران كان هون يقول عبد حرطاني اخادم معلم فقه الرقيق فقه النخاسة، اللي جاب ذكر الحراطين انا، واللي نظر له انا، واللي دفع ثمن السجون انا، واللي عدل محاكمة العصر من 1400 الى اليوم، حاضرين له السفراء والمحامين والمثقفين نحن. انا هما كنا هون في التلفزات ديك الساعة، انتوما ما فيكم حد يقدي نك. والعبد العزيز ديك الساعة قاعد هنا تياها. احنا هما كنا هون في التلفزات، واحنا هما اللي قبضنا الملف وقبضنا توقيعات لي بير. قبضناها من نكر لي بير الحراطين، شي من الناس مخالق مولانك كل حد يقبضهم مره يعدل بهم مرحله ويقول لهم لا ترش ترشح باش انت، نين ما يوقعوا لك نواب لي بير، نين ما يوقعوا لك نواب البيضان، نين ما يوقعوا لك عمد البيضان، نين ما يوقعوا لك عمد لي بير، ما تقد تطرح كاع ملف في المجلس السوري. يجيك واحد بارك في امريك ويقول لك انا تقدمي ايه هو وصايا الله، الصواب ضرك ما عنده 100 كونسيه ولا عنده خمس عمد، لي اف بي ما عندها 100 كونسيه ولا عندها خمس عمد، ار اف دي ما عندها 100 كونسيه ولا عندها خمس عمد، تواصل ذا اللي تراعوا فيه قاعد ما عنده خمس عمد كادم، عنده 16 دبيته قد يعودوا عنده كونسيات، اذا هما لا يترشحوا باش، لا يرشحهم لي بير، لا يترشحهم وزاره الداخليه، لا يترشحهم اداره الامن. وبالتالي من هذا المنبر نحمل مدير الامن، نحمل وزير الداخليه مسؤول ذاك لا يخلق في الاستحقاقات القادمه. لا يقروكم، لا يقولوا لكم الوحده الوطنيه مهدد. لا يقولوا لكم الامن مهدد. مهدين هما بتزكياتهم بتوقيعاتهم، وهذا هو اللي خاص الحوار يفشل. ها هي الحقائق. ما تقدروا تعودوا مونتين انه هون ملف للعداله وللشفافيه وللنزاهه ولامور استرداد اموال الشعب، وانتم متباركين من ناحيه اخرى تذعبوا في الشعب النار، تخربوا الدوله، تخربوا الوطن، تخربوا وحدته، تخربوا امنه، تخربوا استقراره. نحن ضد الظلم، ضد العبوديه، ضد الدونيه، ضد الانتهازيه، ضد العنصريه، ضد القبلية، ضد الجهوية، ضد الجهوية، ضد الجهوية، وضد الكراهية، يا غير ضد الطمع في العقل، ضد التلاعب بالشعب، ضد ترهيب الشعب، ضد ابتزاز الشعب، ضد ابتزاز الدولة، ابتزاز المجتمع. انتوما تعرفوا تقفلوا الله على واحد سارق ديك سارق هو اسمه سارق كذا، وانتوما قاعدين في قسم المؤتمرات يقول لك ولذلك عقبنا قاع
ظهرنا عند الحوار ان السوق وكاع اكبر من قيمته. فهمتوا عن القضيه؟ قضيه السوق مردوديته ما تساويها قاعده. قال لك انا عن حوار ما فيه الوطنيين ما ولا يتقدم، حوار ما فيه رجال كيف ذوك اللي دكوا سفاره اسرائيل، حوار ما فيه رجال كيف ذوك اللي دافعوا عن المقاومه، حوار ما فيه رجال ما هم خايفين من الحراطين ولا من البيضان ولا من الكوار، حوار ما فيه رجال ما هم خايفين من القوميين ولا من الاسلاميين ولا من التقدميين ولا من اليساريين، ما ولا يتقدم. واحنا موريتاني هاي التراب الدخنة تراعوا فيها غالية، احنا غالية علينا، غالية ولا مقررة فينا حد. وكيف قلنا لكم قبيل ما خايفين من حد، ما هو كلام تراشق بالالفاظ ودي الضيقة اللي وقعت بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جعل الله بأسهم بينهم شديد. الناس كاملة اللي تآمرت، الناس كاملة اللي تآمرت على هذا الوطن، الناس كاملة اللي تآمرت على هذا الراجل، الناس كاملة اللي تآمرت على هذا الراجل هي الناس اللي متآمرة عليه للترحيل. حد تآمر على هذا الراجل هو اللي تآمر عليه البارينة وعليه القرقل وعليه المبود. ناس كاملة اللي تآمر، حد تآمر على ذي الإنجازات، متآمر على الوطن. حد تآمر على الشهداء معناه أنه متآمر على 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 دماء المقاومة، على دماء الشرفاء اللي أولادهم بركوا. أباكم كانوا شجعان وأنتم جبناء. هاو الخلطة. ذوك اللي منهم يدوروا الاحزاب الاخرين تعرفوا شو يدوروا؟ يدوروا العالم ينقلع، يرجع لنا عالم الاستعمار، عالم فرنسا. واحدين منهم يتخموا كاع لوقيه ترجع، وفيهم واحدين اخرين يتخموا ملي على قالوا هما يرجع لهم مجلس الشيوخ. اذا هي ونقاله ما فيها الماء، ما فيها الضوء، ما فيها الدواء، ما فيها التعليم، ما فيها الامن، ما فيها الاستقرار. وهون لا نوجه انا الكلام كامل كنت موجه الرئيس الجمهوريه، انا ما بينيش مع حد دونه. اسمع كلام لمبكيناك، اسمع كلامي انا خير فيك. انا ما قلت لك انك صاحب مسحه ولا قلت لك التهديه ولا قلت لك ما حارك شيء، ما هون شيء قد يحرك مبلو. ناس كاتله الجوع، ناس كاتله الويل، ناس ما قادره تحرك، ما قادره تصيح، ما قادره توقف مسيره، ما قادره تعدل مظاهرات، ما قادره تعدل شيء يسوى شنو. لا يبيعوا لك الوهم، ما عندهم شيء يقدروا يعدلوه. اي النار يا راعي فيهم يهاجموا، واللي الواقف عاد يقولوا هو كاع يلا ينقلع. انتم ما كنتوا ترحبوا بيه تقولوا عنه الرجل المناسب في المكان المناسب. انتم مالكم كنتوا تقولوا عن شكر الرئيس الجمهورية حينما استجبت لمطالب المعارضة واخترت لنا شخصية توافقية، والواقف رواكم دوبل سيم، هو كان زعيم المعارضة زمن العبد العزيز وراك زعيم الأغلبية زمن الأخر. انتم ما تقدروا تراو شخص شبه من هذا يا غير، حينما تشاجر اللصوص لا يجي عن ترازيم يقبض هذا ويمشي به، هو لا يقبض هو وجماعته اللجنة المشرفة. وبالمناسبة اللجنة المشرفة رايالكم واحدين منها والله كاع كاملة أعضائها كانوا من ضمن الناس المتهمة في ملف العشري، باش تفهموا عن هذه مؤامرة مهزلة جوقة محقرانية للشعب الموريتاني. إن القضية أكبر من العبد العزيز، فوق العبد العزيز تخطط. قال مره سولت لعبد العزيز قلت له انت، قال لي انا ما شافني راسي، انا شافني لا الوضع، ما الوضع. وبالتالي احنا ذا الحوار قلنا عنه لا يفشل بين اللي نعرفه ان مد مجتمع غير الله المال، وهاي المال اللي غير هم يقولوا عنا احنا نحكم ما السياسه ولا ما قال السياسه. انا بعد هو اللي لحقت به المرحله، احنا لحقنا ذي المرحله بالطري وبالخطاب وبالصدق وبالصراحه وبالمواجهه، ولا قطرين عليه ما هو الخير. وكيف ما قال الزعيم مسعود نختار ونبقاو منحازين للشعب، لهموم الشعب، للفئات المهمشه، للمحرومين، من نعودهم عليك الجماعه اللي راه عليك اياها، اللي درت عماد تصفق للقزواني، اللي قال انه قافل عنها الحوار، راه ما قالوا عرفوه قد يرجع له نهار ثاني. قلت لا يعاود توب ويقول ما هو ورانا راجعين. ها؟
لا قالك باتوا شنوا عليه حرب طعنتنا في الظهر. ما عندكم ظهر؟ طوم بلا ظهر، ما عندكم وجه ولا كفاء. لا قايل واني فاهم انت فاهم، وهي الحقيقه. انتم دمرتوا موريتانيا، دمرتوا اجيال موريتانيا، دمرتوا نخبه موريتانيا، دمرتوا مثقفين موريتانيا. انتم متواطئين مع أكلة المال العام، متواطئين مع التجار، متواطئين مع الناس النهبت، متواطئين مع الناس اللي سارقة ساكنة في الصكوك. انتم ما بكم واحد قط بات في القزرات ولا قط بات في الكبب. هذا تبيعوا للناس الوهم. ما هم يسار، ما هم كادحين، ما هم ديمقراطيين، ما هم حقوقيين. هذا اللي تشوفوه ينقال منظمات حقوقية، منظمات شبابية، شي من فرديات، شي من بطيطات تطلالي بالصدق. ما الوضع؟ الحكم يرضي عود الشعب. أنا ظاهر لي الشعب يرضي عود كي الشعب المغربي، ويعود كي الشعب التونسي. يلا يخلق تصويت عقابي. يلا الشعب، يلا المثقفين، يلا الأحرار، يلا المستقلين، يلا النساء، يلا الشباب. من ظرف بداية السنة، هذه سنة انتخابية، تبدو ظرف تعدلوا حملة وتعاقبوا عنكم للنخبة كاملة. تعاقبوها كاملة، تعاقب جميعا. ولا نقول لوزير الداخلية والخالد الرئيس، شوفوا نحن نتعرف وما كان حد ما عنده الخالد، نجينا نديروا الخالتي وندير مطعم وندير مطعم خوها ويدير خالي مطعم وتوب وتعود الدولة لا شريك وانقال. هذا كيف هذا الشيء عجزت عنه كوريا الشمالية؟ لأن خاطب معالي وزير الداخلية، لا نقول له شوف تراي فما 28 حزب، وفما عندك 28 حزب لا كي ترابي تطلب صل وبومبو تاعك. الان انت توخذوك لا بدا توخذوك، لان راهي فيها فم كاتشاتا مالك جالوت حان وعندهم مشكله، وفيها فم المولود حان، وفيها فم جماعه الاخرى الماشي عند الثار حان، وفيها جماعه ثانيه حان. وبالتالي السياسه تمارس لا بالاحزاب، وقمع الناس منعها من الاحزاب، منعها من ترى مؤسسات ديمقراطيه تعبر بها عن وجهه نظرها. هذا ما هو ديمقراطي، ولا يبني ديمقراطيه ولا يبني حريه. ولا خاطب وزير الداخليه ونقول له لعادوا الخلطه ذوك كانوا ممنينك بالتهدئه. رانا احنا ضامنين لك التهدئه، فينا قاعد ما عندنا ماهويه. انا ما نقدر نحركوا، ما قام فينا شتيق طو طو، واحنا ما ساوينا هذه النخبه المتملقه ندبروا عنها. إذا يلا ترخص الأحزاب، ويلا ترخص المنظمات، ولا نتعدل بهم سيرفيس كاميرات. يقوم هذا اللي قاعد على اسمه حقوق الإنسان، هيت نوصل هذا. شد هذا الآخر قاعد يجي طالع.